امزح شيخي بيهقي كاول كتابي بمواب يعني ما مصا ابوايا زياتر امانتي علميه بوايا كنقلي قولي قد كل مناقبي شافعي كمان بيهقي نابتي ابي قصي بيهقيش بيني لسر او قصيه أو قصي كما مصاهنا ولو أن رجلا تصوف في أول النهار لم يأتي عليه الظهر إلا وجدته أحمق إلا وجدته أحمق وإشكالي تانية بيهقي أفرمي قلت وإنما أراد من دخل في الصوفية واكتفى بالاسم عن المعنى وبالرسم عن الحقيقة ألا إمام شافعي ما بستي حقيقتي تصوف نبوة ما بستي أو كسع نبوة كدخلاء أبونا لسر تصوف ناوي صوفيان لخوان ناو بلام لأصلا صوفين أبونا وإلا إمام شافعي خوي دصال لقى صوفيا كان أبوة أقر تل روج لقى صوفيا أبي أحمق أبي يتربو خوي أحمق نبو دول إمام شافعي إمام شافعي خوي دصال لخزمتي أهلي تصوف أبوة أفرمي أو ما بستي بس ناوة كبوة ووازيا لحقيقتي تصوفيا ناوة إمام أحمد أفرمي رحمتي.